اكيد لا. جايه لي انا بتقولي لي كده. اهلا، واضح انا اسماء جلال. شايفة انه انا ممكن اكون شبه الفيل مثلا او الباندا، عايز اكل على طول وعايز انام. هختار مين؟ ممكن اختار الجاسوسات، كنت دايما مقتنعة ان انا هبقى الرابعة بتاعتهم. أغرب عادة إن أنا لما ببقى متوترة قوي بحط الصباع الصغير بتاع رجلي على الصباع اللي قبل الأخير وبرتاح جدا. ياه، ده أنا أصلا اسمي وحش ودلعي كله وحش، يعني سمسم، سمسيمو، ساسو، سوسو. لا سوسو بحبه بصراحة، بس هو أي حاجة، أي حد معدي بيقول أي حاجة بيبقى دلعي. سكين كير بقى، طول ما أنا قاعدة سكين كير، أقعد بقى أجرب لحد ما يجيلي إيه حساسية من كتر اللي أنا بعمله في وشي. إن أنا آخد الحيوانات كلها من الناس اللي هي ما بتعرفش تهتم بيها واللي هي موقفينهم على السطح وفي الشمس وفي الجنينة واخدهم في مكان كبير قوي نلعب في الشارع ونبسط هناك كله كده.